سنجل فيس ترانسفورمر البارت الاول اوبن سيركت تيست. نطلع من هون من السورس عند الوات ميتر اللي هون على الزيرو اليو، بعدين من اليو نطلع لهذا الطرف اللي هو 60، ومن الاي نروح على الاميتر اللي هون هذا الطرف، ومنه بنطلع لهون نعمل شورت سيركت هون، نزيد الفولتية ل 220 اللي هي ريتد فولتج، نسجلها وبرضه نقرا الاميتر، قراءه الاميتر طلعت معنا، نقرا قراءه الوات ميتر اللي طلعت معنا ونسجلهم. البارت الثاني اوكي شورت سيركت تيست، نقلنا هذول لهون، الاميتر نقلنا لهون، وبرضه هذا الازرق نقلنا لهون، عملنا شورت سيركت هون، وبرضه البرايمري السكندري عملنا شورت الابعاد مع بعض، والجراب شرطناهم مع بعض. نزيد الفولتية لحتى نوصل للريتد كرنت اللي هي 4.5 امبير، ومنسجل عند ال 4.5 امبير ومنسجل الفولتية اللي طلعت معنا، بعدين نرجع للوات ميتر ومنسجل القراءة اللي طلعت معنا، وهيك بكون هذا التست.